أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. الاثنين فاتح مايع عيد الشغل الذي تحتفل فيه الطبقة العاملة عبر العالم بعيدها، والذي تعتبره مجموعة من المنظمات والنقابات فرصة للخروج إلى الشارع من أجل التعبير عن مطالبهم وأهدافهم، وهو الأمر الذي شهدته اليوم مجموعة من المدن المغربية ومن بينها مدينة الدار البيضاء، حيث لبى بعض البيضاويين وبالتحديد الطبقة الشغيرة نداء الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل. لنتابع في هذا الصدد أبرز اللحظات التي ميزت هذا اليوم. إلى الاتحاد الإفريقي. حياتنا فرص نحن جند الاتحاد العمال والعاملات، المنظمة التي دام ما يناهي. فاتح ماي بالمغرب خلال هذه السنة وعلى عكس السنوات الماضية كان باهتا، إلا أن بعض القيادات بالنقابات حاولت استغلال هذا اليوم لتحفيز الطبقة العاملة المغربية بالتشبث بمطالبها والتمسك بأهدافها ومواصلة التعبئة والتنظيم لمواجهة السياسات التي تعادي مصالحها. الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد قال خلال المهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد تخليدا للعيد العالمي للشغل أن حكومة العثمانية تسير على نهج حكومة بن كيران السابقة، ولهذا فإن على الطبقة العاملة مواصلة نضالها الاجتماعي والسياسي بكل الأشكال والأساليب المناسبة. لنتابع في هذا الصدد تصريح الميلودي مخاريق. مصير الحوار الاجتماعي بين يد الحكومة، رئيس الحكومة والوزراء ديالو، إذا أراد أن تكون له الإرادة السياسية والنية الصادقة من أجل حوار اجتماعي حقيقي فسيجد في الاتحاد تلكم المنظمة النقابية المسؤولة، وإذا أراد دون ذلك فالاتحاد المغربي للشغل سيستمر بجانب الطبقة العاملة في خندق النضال. وشكرا. ودائما بمدينة الدار البيضاء فقد نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مهرجانها الخطابي تحت شعار من أجل مقاومة مسلسل التراجعات وتحسين المكتسبات، وقد ألقى بهذه المناسبة إدريس لشقرة الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كلمة كشف من خلالها معاناة الطبقة الشغيرة بالمغرب والعديد من الإكراهات التي تعيشها هذه الطبقة في سبيل الحصول على لقمة العيش. لنتابع. تذكرون ونتذكر جميعا أن فاتح ماي في السنوات السابقة، أي في شهر أبريل ونحن في الاستعدادات وأنتم في التحضير، الفاتح ماي
كنا نعيش ظروفا وطنية صعبة ونضع أيدينا على قلوبنا منتظرين لما ستسفر عنه مداولات مجلس الأمن الدولي. يمكننا نقول اليوم بكل فخر واعتزاز أن بلادنا ونتيجة المجهود الدبلوماسي اللي تبدل يمكننا نقول بكل فخر واعتزاز أننا وضعنا بالضبط قطار الوحدة على السكة الصائبة سواء في الاتحاد الإفريقي أو في مجلس الأمن الدولي. ولنا أن نعتز أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي لم يكن كسابقيه. لنا أن نعتز بالمكتسبات لجلالة الملك حتى وهو في عطلة خاصة حرص على تتبعها والإشراف على كل المداولات والمشاورات اللي عرفها مجلس الأمن والتي جعلت من تقرير الأمين العام وكذا من المقررات الصادرة عن مجلس الأمن جعلت منها هذه السنة ليست كسابقتها. ومن البيضاء إلى الرباط التي شهدت بدورها تجمعات نقابية جال خلالها المشاركون مختلف شوارع العاصمة لنتابع. عيد عمال باهت بالمغرب بكل المقاييس لم يرقى لتطلعات الطبقة الشغيلة التي ما تزال مطالبها حبرا على ورق وعلى شعاراتها التي رفعتها مرة أخرى اليوم وطالبت من خلالها حكومة العثمانية الجديدة بأن تسلك سبيلا معاكسا لحكومة بن كيران وأن تعمل على خدمتها وعلى حل مجموعة من المشاكل العالقة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام خبر اليوم. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.